السلام عليكم اخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد مع اخوكم يونس من قناه جوهر جيمر. المهم اخوت، هذا هو اخر فيديو ان شاء الله. ماشي هذا، هذا اللي غادي نلوح اليوم يكون قبل، يكون ما قبل الاخير. يعني نلوح اليوم هذا الفيديو ديال الحفله ديال مدينه رمزه انايا، ومن بعد كاين واحد الحفله بمدينه شويته نور معكين، حفلة ديال الألعاب المتنفرات. كان شيء رائع، كان شيء رائع يعني. دابا نخلي لكم التصاور ديالو في هذا الفيديو اللي كندير دابايا، غنخلي تحت من الفيديو او اول فيديو نخلي التصاور ديال الألعاب المتنفرات. كان شيء جدا رائع يعني الخوت، يعني غيكون اخر فيديو، يعني تعاملوا معاه يعني جزاكم الله خيرا، يعني ديروا لي لايك، يعني غيكون اخر فيديو، ولكن غادي ندير لكم نتوما القرار اللي غادي تحسموا، يعني واش يوسف جيمر يتخلى على لي بلوغر وبقى كمال جيمر جيمر عالم جيمر، او ويكمل جوج. المهم هادشي يبقى لكم نتوما، يا ما بغيتش ناخذ قرار لي بوحدي، ولكن بغيت يعني نتشاور، يعني نتشاور مع الاخوان ديالي، اصدقاء ديالي، العائله ديالي، يعني هما غادي ينصحوني، هما غادي يقولوا لي شنو غادي ندير، واش نتخلى او نعتزل على لي بلوغ ولا نكمل طريق وحده. يعني جوج طرق ما كيسلكوش، يعني اما تسلك طريق وحده اما تسلك طريق اخر. المهم الخوت، هذا كان غير ميساج قصير مع 7 الصباح غادي واحد مدينة. المهم كنتمنى لكم صباحكم مبروك، يوم اثنين كنتمنى لكم اثنين يكون مزون غزال، كما كتشوفوا معايا الدنيا مازال خاوية، كما كتشوفوا معايا يعني الدنيا كلها خاوية. تنتسنى دابا الطوبيس، يقدر يكون هذا الطوبيس جاي، مازال ما جاش الطوبيس، كما كتشوفوا معايا الدنيا كلها خاوية. المهم الخوت، الميساج ديالي يقدر تكونوا يكون وصل. المهم هذا الميساج هذا غادي نلوحو اليوم في اليوتيوب، غنوصل للدار مع 8، حيت غادي لواحد المدينة نقضي شي غراض، وغادي نرجع تشوف السويت، غادي نمونطيت 5 دقائق ولا 10 دقائق، غنمونطي ونلوحو، وهاديك الساعة نتوما غادي تردوا عليا. المهم الفيديو غيتلاح مع 12، ماشي 12، مع 9 ولا 8 الليل، الفيديو ديال الحفلة ديال مونسان جوستو غادي تلاح مع 8 الليل أو 7 الليل، المهم على ما عرفتش. المهم مصايب مونتي مازال ما غير التيتر مازال ما مصايبوش، سينو مونتي ملاوح في اليوتيوب ديال لي غير بريوي، خاصني نصايب غير التيتر ديال العنوان ولو صافي ونحل القبل صافي. هذا هو اللي كان. المهم الخوت، كان معكم خوكم يوسف من قناه جوسف جيمر من مدينه مونتي سان جوستو. بيس بكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Thank you.
الإخوان يعني شيء رائع رائع جدا رائع يعني. يعني نسيت ما قلت لكم الخوت، يعني هذا أول ظهوري في الفيديو، يعني أنا أول مرة كنظهر على الفيديو، يعني صراحة أنا ما كنبغيش نظهر أمام الكاميرا، أنا كنبغي وجهي أو يوسف كشخصية يبقى وراء الكاميرا ماشي امام الكاميرا. انا ما كنبغيش زعما الشهرة او شي حاجه اخرى، لا انا بغيت ديما نبقى وراء الكاميرا، ما بغيتش. وهذا اول مره واخر مره غادي نظهر على 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 على, على الفيديو. هذا اول مره واخر مره، يعني هذا اول مره واخر مره. عرفتي علاش؟ حيت اخر فيديو غادي ندير هو اللي قلت لكم سابقا فاش بديت الموضوع، قلت لكم يعني اليوم غادي يتلاح الفيديو والسيمانه الجايه غادي يتلاح الفيديو ديال البحر. تما كاينه واحد كانت حفله جد رائعه، حفله تخسروا عليها ملايير ملايير، وكانوا الناس يعني اكثر من 4 أو 5 الملاعب ديال ريال مدريد اللي كانوا تما. كاين تصوروا نتوما، تصوروا عقلكم، تصوروا يعني كانت في هذه المدينه اكثر يعني اربعه الملاعب او خمسه الملاعب كانوا في هذه المدينه. الناس كانوا يعني بزاف بزاف بزاف، ما نقدرش نحسب لكم كثره الناس. وانتم تشوفوا هذاك الشيء بعينيكم. انا درت فيديو على الباركين، خطينا ساعتين كنقلبوا على الباركين، درنا رجلينا تلقينا في الباركين بفلوس، ما كانش بفلوس. يعني جاو ناس اللي منظمين هذاك الشيء، داروا يعني من البلا من الدخله حتى 12 و5 أورو. دابا هذاك الشيء كامل تشوفوا بعينيكم. المهم الخوت، بغيت نقول لكم غير انا اخر مره غادي نظهر على الكاميرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.